أهلا وسهلا بيكم في قناة مجلة المجتمع الكنسي. موضوعنا النهاردة خبر مفرح جدا 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 عن رجوع رانيا عبد المسيح لأسرتها والأهلها والبناتها وزوجها وأخوها. اليوم عظم الرب الصنيع معنا فصرنا فرحين. ياريت كلنا قبل ما نسمع موضوع النهاردة نشترك في القناة وندوس على زر الجرس علشان توصلنا كل الفيديوهات الجديدة. اليوم نشكر الله من أعماق قلوبنا على رجوع أختنا رانيا عبد المسيح. الخبر اللي فرح الملايين فرحنا كلنا وفرح أسرتها وأهلها وأخوها اللي تعب كتير الفترة اللي فاتت وكل الناس اللي صامت وصلت وتعبت من أجل رجوع رانيا عبد المسيح. وكل الشكر لنيافة الحبر الجليل الأنبا بنيامين مطران المنوفية وعلى المجهود الجبار اللي بذله واللي بصلواته وتعبه استجاب الله له، وأيضا لتضرعات الملايين من الأقباط في مصر والعالم كله من أجل رجوع رانيا عبد المسيح. وقد أكد نيافة الأنبا بنيامين مطران المنوفية خبر عودة رانيا عبد المسيح ليؤكد الخبر كما طمأنا سابقا وقال: أنا أخذت وعد إلهي إن بنتي هترجع، وبالفعل رجعت. وقد أكد نيافة الأنبا بنيامين إن رانيا عبد المسيح تسكن الآن في مكان آمن تماما مع أسرتها وبناتها، وأكيد المكان ده محدش يعرفه خوفا عليها. وجدير بالذكر إن قصة خطف رانيا عبد المسيح كانت القصة الأكثر انتشارا على صفحات التواصل الاجتماعي والفيسبوك الفترة اللي فاتت، حيث وجدت تعاطفا من الجميع حول العالم مسيحيين ومسلمين. خبر رجوع رانيا عبد المسيح أسعد الملايين اليوم وجعل الدموع تنهمر من عيون الكل والقلوب تتهلل شكرا لله على محبته وعلى استجابته لتضرعات ولاده. شفتوا ازاي ان صلواتكم واصوامكم ومحبتكم وتضرعاتكم الى السماء قادرة ان هي تحل الحديد وتسيح الحديد وتخلي قلب ربنا يتحنن؟ وبالفعل ربنا استجاب ورجع بنته المخطوفة رانيا عبد المسيح. صدقوني وبأكد ليكم لجميع محبي قناة مجلة المجتمع الكنسي على اليوتيوب، مفيش تفاصيل حد يقدر يعرفها دلوقتي بخصوص ازاي اتخطفت وايه اللي حصل الفترة اللي فاتت وايه الاحداث اللي حصلت معاها. كلنا مشتاقين وعاوزين نعرف ايه اللي حصل معاها عشان نخلي بالنا ونتعلم من قصة رانيا عبد المسيح اللي كانت سبب حزن لناس كتيرة. لكن حاليا مفيش اي تفاصيل عن القصة وما نقدرش نتكلم او نجتهد في حاجة احنا ما نعرفهاش حاليا، وفي جهات هي المختصة بالموضوع ده دلوقتي وهم قصدين ده بالظبط دلوقتي. خلينا بس نفرح برجوع رانيا عبد المسيح، وبعد كده التفاصيل دي مع الايام هتبان، واكيد احنا مش هنخبي عليكم اي خبر نقدر نتكلم فيه. نشكر الله على الخبر المفرح النهاردة اللي فرح قلوبنا رغم كل الهموم والغيوم اللي مالية قلوب الكل اليومين دول بسبب فيروس كورونا وبسبب قلة الرزق وبسبب المشاكل الكتير. لكن ربنا قادر في ظل كل هذه الظلمة ينور حياتنا ويفرح قلوبنا بأخبار زي خبر رجوع رانيا عبد المسيح. أنا فرحان جدا النهاردة وواثق إن كل اللي بيسمع الفيديو فرحان. ياريت كلنا نشير الفيديو ونبلغ فرحتنا كلنا برجوع رانيا عبد المسيح لبيتها وزوجها وبناتها وأمها وأخوها. ياريت باستمرار تتابعونا على قناة مجلة المجتمع الكنسي، وإحنا بكل أمانة ومصداقية هنبلغكم بكل الأخبار المفرحة الصادقة من خلال الفيديوهات اليومية اللي بنقدمها لكم.